طيب نبهنا الله يحفظك أخلاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الحمد لله، اتفضل. الله يخليك. دلوقتي في كلية من الكليات اللي مميزة وابني عايز يخشها، بس طبعا الكلية دي عشان بتاخد عدد قليل جدا فمطلوب فلوس عشان تخلص نفسك، بمعنى أصح تدفع نظام فلوس عشان لكن ابني متوفر فيه كل الشروط، هل يجوز إني أدفع أو ما أدفعش؟ هل ستأخذ حق غيرك؟ أنا ابني متوفرة في كل أيوة ممكن يكون متوفرة في كل الشروط، ولكن طاقة الاستيعاب عندهم 100، فإذا دخلت ستأخذ حق غيرك. فالعبرة إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز، لن تأخذ حق غيرك جاز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.